السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محترف النت. طبعا امبارح كان فيديو والنهاردة فيديو، بقى نازلين ايه حماس بقى المرة دي. طبعا الفيديو بتاع النهاردة طبعا هيكون عن تفعيل قنوات اليوتيوب. ناس كتير قوي بتواجهها مشكلة ان القنوات بتاعتهم بتترفض عند المراجعة. بس طبعا في النهاردة الفيديو بتاع النهاردة هتعرف كل حاجة عن المراجعة، وهتعرف القنوات بتتراجع ازاي، وطبعا هتعرف ازاي انك تقدم القناة بتاعتك للمراجعة وما تترفضش. تمام. طبعا انا قدمت طلب مراجعة قبل كده واترفضت، بس طبعا كنت عارف ايه الاسباب. وطبعا في الفيديو ده طبعا هقول لكم الطريقة اللي انتوا تتقبلوا بيها 100% في جوجل ادسنس، لان معظم الناس يعني ناس كتير جدا لما بيجوا يقدموا طلب للادسنس فطبعا بيترفضوا. وفي ساعات ناس ما بتعرفش ايه سبب الرفض رغم ان الدنيا عندهم سليمة يعني وتمام ومفيش اي مشاكل عندهم كمان في القنوات. طبعا بس على حسب تجربتي الشخصية طبعا اللي انا هقوله لكم النهاردة مهم جدا جدا لو انت طبقته عندك في القناة، قناتك 100% هتتقبل. اول حاجة يا جماعة عشان نبقى متفقين، في ناس بتيجي تقول لك طب ما انا اخد فيديوهات من بره واعدل عليها وانشرها. اولا في الاول وفي الاخر انت بتضيع وقت نفسك. تمام. فطب ماشي، انا مثلا جبت وليكن اي فيديو مثلا بيتكلم عن اي مجال وخدته من واحد تاني ونشرته عندي في القناة، طب ايه الاستفادة؟ في الاول وفي الاخر مستحيل مستحيل انك تفعل تحقيق الربح على قناة عليها فيديوهات مش بتاعتها. فانت اولا لازم يكون الفيديوهات بتاعتك. هتخسر ايه؟ طب خد الفكرة منه، شوف هو بيعمل ايه، واعمل فيديو بطريقتك انت الخاصة بنفسك، وانشر فيديو على القناة بتاعتك. اصبح كده ان الفيديو اساسا بتاعك مش بتاع حد تاني. فبناء على ذلك فانت لما تيجي تقدم طلب لتحقيق الربح مش هيترفض، هيتقبل لان المحتوى بتاعك انت. تمام. فطبعا كده احنا خلينا اول حاجة نبقوا متفقين ان خلي دايما المحتوى يكون بتاعك، ما تجيبش اي محتوى من بره نهائي. تمام. انت دلوقتي راجل والله انا زي الفل، تمام، ما بجيبش فيديوهات من بره، بعمل فيديوهات لنفسي وبنشرها في القناة، ولكن عندي مشكلة، عندي مشكلة ان الفيديوهات اللي عندي دي ما بتجيبش مشاهدات، بتجيب مشاهدات قليلة جدا، يعني مثلا ممكن يجيب لي 4 مشاهدات 5 مشاهدات. على فكرة بقى انا عايز اقول حاجة، انا اول ما بدأت القناة محترف النت كنت باخد مشاهدات قليلة جدا جدا، يعني كنت باخد مثلا 4 مشاهدات، انزل فيديو اخد مشاهدتين، انزل فيديو ما اخدش حاجة. فالفكرة في حاجة، لازم في الاول انك تستمر في نشر الفيديوهات، ما تنشرش فيديو او اتنين وتقول ان انا مثلا هستنى لما نشوف الفيديوهات دي مثلا هتجيب مشاهدات ولا لا. فانت كده بتتصرف غلط، لازم ان انت تفضل تستمر في نشر الفيديو. يعني انا مثلا قعدت ان انا انشر فيديوهات، بصيت مرة واحدة فيديوهات من القديمة اللي كانت موجودة عندي، بصيت ان لقيت الفيديوهات دي جابت 100,000 مشاهدة مرة واحدة، لقيت في كذا فيديو ضرب عندي في القناة وجاب مشاهدات عالية. فهو ده السر، اليوتيوب بتبقى عايزة تشوفك هو انت هتكمل في المجال ده ولا عايز تعمل فيديوهين وتقف. فاول حاجة دلوقتي طبعا عرفنا يكون المحتوى بتاعك تمام، وبعد كده انك تستمر في نشر المحتوى. تمام. دلوقتي انا عندي محتوى بتاعي وبنشر فيديوهات باستمرار مفيش اي مشاكل، اعمل ايه تاني؟ ما تنشرش الحاجات المخالفة لإرشادات المنتدى. طبعا عارفين ان في اليوتيوب في نوعين من المخالفات، في مخالفة حقوق الطبع والنشر، في مخالفة إرشادات المنتدى. مخالفة إرشادات المنتدى دي من أسوأ المخالفات اللي ممكن تحصل عليها على الإطلاق في اليوتيوب من وجهة نظري، لأن مخالفة إرشادات المنتدى دي رخمة جدا. طب إزاي أنت تتفادى إن أنت يجيلك مخالفة إرشادات المنتدى دي؟ عشان تتفادى إن مخالفة إرشادات المنتدى دي ما تجيلكش، أولا ابعد عن المحتوى القرصنة، تمام، او المحتوى المخادع. يعني مثلا ما تجيبش مثلا، ما تعملش طريقة مثلا هاكر واي فاي، الحاجات دي بالذات بيجي لك عليها مخالفة ارشادات منتدى ورخمة جدا. ما تنشرش مثلا فيديو فيه عنف، فيديو مخادع، فيديو بيحرض على الكراهية، الحاجات دي طبعا ممكن برضو ان احنا نسيبها لكم، هتلاقوها برضو
موجودة في الرابط اسفل الفيديو، السياسات والحاجات ديت هتشوفوها. ممكن انت تخش في الرابط اسفل الفيديو تستعلم، هتلاقي مقالة بتتكلم عن كل اللي احنا بنقوله النهاردة. برضو ان انت من الاخر ما تنشرش اي حاجة مخالفة للسياسات دي، معروفة ان انت ما تنشرش اي حاجة فيها خداع او محتوى مضلل او محتوى فيه عنف او طريقة هاكر او حاجة مضرة، تمام؟ فتمام، تجنبنا الحاجات دي. طب ايه هي مخالفة حقوق الطبع والنشر؟ مخالفة حقوق الطبع والنشر هي باختصار شديد انك ما تاخدش، انك واخد حاجة من بره، إيه، واخد لقطة من فيديو، واخد صورة من بره، اي حاجة تكون واخدها مش بتاعتك. اي مالك فيديو، يعني انا مثلا ممكن، يعني انت مثلا ممكن تقول انا هاخد من فيديو تاني مثلا 5 ثواني، ممكن اي صاحب قناة او اي منشئ محتوى انت اخدت من عنده ولو 5 ثواني يقدر ان هو يطالب بيهم ويقدر ان هو يعمل لك مخالفة حقوق طبع ونشر. يبقى انت دلوقتي اهم حاجة طبعا خلاص عندنا المحتوى الخاص بينا واحنا اللي بنقدمه، ومستمر طبعا في نشر الفيديوهات على طول. بنشر انشر فيديوهات على قد ما تقدر، يعني لو انت مثلا بتنشر فيديو في اليوم انشر فيديوهين في اليوم، لو فيديو في اليوم فده كويس جدا، بس على قد ما تقدر تنشر فيديوهات انشر. خلي الفيديوهات بتاعتك ليها قيمة نوعية، يعني انا مثلا طب انا هشوف الفيديو بتاعك ليه او هتفرج عليه ليه؟ مش لازم في الفيديو بتاعك تكون انت بتقدم لي حاجة مفيدة وحاجة طبعا انا كمشاهد شايف ان انا بستفاد من الشرح او الحاجة اللي انت بتقدمها لي، فعشان كده هقعد في الفيديو، تمام؟ يعني هكمل الفيديو في الاخر لان انا شايف ان انا مثلا الفيديو كويس وبيقدم محتوى او بيقدم معلومات مفيدة، فبناء على ذلك انا هقعد في الفيديو واتفرج عليه لاخره. فطبعا اهم حاجة طبعا زي ما انا قلت خلاص محتوى بتاعي، بنشر فيديو باستمرار، الفيديوهات مفيدة وبتقدم محتوى كويس، مرة واحدة هتلاقي في فيديو عندك ضرب في القناة. طبعا هتحقق طبعا شروط الربح، هتخش في الايه، في المراجعة. طالما الحاجات دي متوفرة عندك في القناة فانت قناتك هتتقبل في المراجعة 100%. في حاجات مهمة دايما يا جماعة لازم تخلي بالكم منها، ان دايما حاول على قد ما تقدر ان المشاهد اللي بيتفرج على الفيديو بتاعك يعجبه الفيديو بتاعك، وبناء على ذلك انه هيعمل لايك للفيديو. كتر اللايكات للفيديو هتخلي الفيديو اليوتيوب تفهم ان الناس حابة الفيديو ده او بيعجبهم الفيديو ده، فبناء على ذلك هتبدأ ان انت تتصدر نتائج البحث. ودي طبعا حاجة انا بقولها لك مستقبليا عشان تقدر ان انت تبقى مميز في اليوتيوب. فطبعا بس كده الحاجات دي لو انت وفرتها عندك في القناة، محتوى بتاعك بتنشر فيديوهات باستمرار، محتوى بتاعك مفيد، حاول طبعا على قد ما تقدر انك ترد على التعليقات اللي بتوصل لك، يعني التعليقات اللي بتوصل لك ديت دايما رد عليها. الحاجات دي انا عملتها عندي في القناة والقناة اتقبلت يعني في مسافة بالظبط 3 ايام، القناة بتاعتي اتقبلت في 3 ايام بالظبط، لان انا المحتوى كان بتاعي كنت بنشر فيديوهات على طول وكنت بعمل بث مباشر وكنت كمان برد على التعليقات. طالما انت بتعمل كده بس قناتك هتتقبل 100%، قناتك لازم تتقبل لو انت عملت كده. طبعا اتمنى جدا انك لو انت مش مشترك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، ويا ريت يا جماعة لايك للفيديو، اللايك ده طبعا بيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم، استنونا الفيديو الجاي.